ورجع بأبي هو وأمي، وبقي غريبا وحيدا حتى إذا دنا منه الأجل، وهو يقول: متى ينبعث أشقاها فيخضب هذه من هذه. إمامكم أمير المؤمنين يا أحبة، يا شيعة علي اللي طول السنة تترنمون بذكر علي وتجلى قلوبكم بذكر فضائل علي، شنو حالكم الليلة بمصيبة أمير المؤمنين؟ احنا الليلة شباب إخواني أحبتي، نريد كلنا، أنا أخاطب الشباب بالخصوص، الكبار نتعلم منهم، إخواني أحبتي الشباب، الليلة نعاهد أمير المؤمنين، نقول له: مولاي كما عشت غريبا، احنا ما نريد نخليك غريب مولاي، انت قلت: أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. مولاي احنا الليلة نعدك إن شاء الله نمضي على الطريق، إن شاء الله نلتزم بعباداتنا، إن شاء الله نبتعد عن المحرمات. أتدري ما حال علي الليلة أمير المؤمنين؟ تدري شنو حال أبو حسين؟ أم كلثوم تجي تقول له: أبا ما شفتك ليلة من الليالي مضطرب مثل هالليلة. قال: اعلمي يا بني أن أباك نازل الأبطال وقارع الشجعان. علي البطل اللي السيف إذا سمعوا بسيف علي فروا منه، يقولها: ما دخلني من الرعب كما دخلني هذه الليلة. أي رعب؟ علي يخاف من الموت؟ علي كان يلقي بنفسه في لهوات الموت، إنها هيبة لقاء الله، هذه اللي يعرفها الأولياء، هذا علي هو الأعرف بالله سبحانه وتعالى، إنها هيبة لقاء الله، لقاء الجليل جل وعلي. علي يستعد للموت هذه الليلة. تقول أم كلثوم: كان يكثر من الدخول والخروج من الحجرة وهو ينادي: إنا لله. أسألك الدعاء، ما عندي شيء بعد، أسألك الدعاء. أخليك أنت ويا مصيبة أمير المؤمنين، أنت وولاءك وعشقك. وهو ينادي: إنا لله وإنا إليه راجعون. هي والله هذه الليلة التي وعدني بها حبيبي رسول الله، ما كذبت ولا كذبت، هذا رسول الله قد وعدني، هي هاي الليلة وهالظلامها النجومها العلامات. ليلة القشرة من لفت حيدر بقى يدور. شباب شباب أريدك أنت تشيل الأبيات. ليلة القشرة من لفت حيدر بقى يدور، ويعاين نجوم السما والدمع منثور، ويقلب بطرفه وبناته تنوح بالدور، مستوحش العالم على حيدر الكرة. أم كلثوم طلعت تسحب ذيال المصيبة، تنادي: يا ناصر الهادي ويا حبيب، الليلة يا بويا حالتك والله عجيبة، ما غمضت عينك واشوفك عندك أفكار. قالها: يا بنت العمر قواض والأجل حان،
ما حد يفر من المقدر، والذي كان يحفظكم الله من التشتت يا آل عدنان. صاحت يا بويا ذوبت قلبي بهالأخبار. ثم إن الإمام جمع أولاده وأوصاهم أن يمكثوا في منازلهم. تقول مولاتنا زينب أو أم كلثوم، أو أنها هي نفسها مولاتنا زينب. كان أبي قد أسبغ وضوءه وأقام الصلاة، ثم جلس على مصلاه بعدما صلى الليل، وهو جالس للتعقيب غفت عينه، رأى رسول الله في المنام يقول له علي علي علي. العجل العجايل، الوحى الوحى، إنك صائر إلينا في العشر الأواخر. جلس أمير المؤمنين سلام الله عليه، قعدت يم زينب. أبا ما لي أراك مضطربا؟ قالها الآن رأيت رسول الله يخبرني بدنو أجلي. لطمت على رأسها وصاحت وأبتاه وعليا. شيعة موالين، عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء. ثم إن أمير المؤمنين رقد قليلا وأوصى ابنته عليها السلام أن توقظه قبيل صلاة الفجر وفي ساعة من غلس الليل. هيأت مولاتنا زينب إبريق ماء للوضوء وأيقظت عليا، أسبغ وضوءه، لبس ثيابه، ثم خرج من الحجرة من الدار إلى ساحة الدار. 19 ليلة، أمير المؤمنين بين ليلتين والثالثة يأتي إلى هذه الدار يفطر، وإذا خرج إوز أهديت إلى الحسنين لا تنتفض في وجهه. لكن مثل فجر هذا اليوم أمير المؤمنين أول ما خرج وإذا بالإوز يرفرفن في وجه علي ويتصايحن في وجهه. فنادى أمير المؤمنين صوائح تتبعها نوائح، من نسوتين صوائح، وغداة غدين يظهر القضايا. يعني حتى الإوز ينادي لا تخرج يا أبا الحسن. نادى بني زينب بحقي عليك، إلا ما أطعمتي وسقيتي هذه الإوز، وإلا أرسليها وأطلقيها تأكل من الأرض. ثم إن الإمام خرج حتى وصل إلى باب الدار، عالجه فلم ينفتح، حاول فيه فلم ينفتح، حتى الباب يقول له لا تطلع يا علي. إذ تعلق مئزره فانحيل، وقف يشد مئزره وهو ينادي اشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بناديك. كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. سمعته زينب لطمت على رأسها وصاحت وأبتا.
صاحت يا بوي ما نقدر على هضم وفجايع تروح وين وتترك الإسلام ضايع اقعد ببيتك والحسن يطلع الجامع مكفي البلا يمزي الحيرة كل محتى حسن يا حسين يا ابن الحنفية عباس يا جعفر تعالوا بالسوية دركوا أبوكم والذي عشتوا بفيا ليروح غيلة يا حسن يا نسل الأطهار جاء مولانا المجتبى جاء أولاد أمير المؤمنين أحاطوا بعلي الحسن تقدم أبا ائذن لي أن أخرج إلى المسجد قال يا ولدي يا أبا محمد هذا أمر يريده الله بحقي عليك إلا ما رجعتم إلى منازلكم إلى دوركم خرج علي من الدار وصارت زينب تصفق اليمين بالشمال والشمال على اليمين يا رايح المسجد تصلي بالمسلمين عوذتك بآيات من عمة وياسين بالله يا ابويا العجلة عنك احبسها خوفي عليك من الدرب تمشي بغلسها يكفيك ربي صالة الجن انسها خلي الحسن يطلع يصلي بالمسلمين يا رايح المسجد تصلي صلي بالبيت أبا بس هالليل عاد عندي علم من تطلع الليلة فلا جيت خوفي يا ابويا من جمالك يختلي البيت ونصبح يتامى من بعد عينك يا ابو حسين سليت روحي من جسدها عاد قعيد خوفي احد لك بالدرب يا ياب يرصيد لك عدو مختفي بذروات المسجد وتضيع الإسلام يا حامي حمى الدين بعد يا رايح المسجد تصلي صلي عندي خلي إلى الجامع يا بويا الحسن يغدي قالها أنا رايح بقضي اليوم وعدي ملزوما انصاب يا زينب الليلة اصرخ ونادي وعليا خرج علي يمشي لا يخطو خطوة إلا ويذكر الله تعالى وكأن الحجارة والحصى والحيطان تسلم على علي تسبح بتسبيح علي تهلل بتهليل علي هذه آخر مرة يمشي أمير المؤمنين في أزقة الكوفة هاي آخر مرة يمشي راح يرجعوا مشايلين على الأعناق وصل إلى المسجد صعد إلى المئذنة نظر في النجوم حتى إذا حان وقت الصلاة تنحنح أمير المؤمنين بيوتات الكوفة
أسطح الكوفة، مسجد الكوفة، شيعة الكوفة، المسلمون يودعون علي، هذه آخر مرة يسمعون أذان أمير المؤمنين. وزينب قاعدة على عتبة الباب تسمع أذان أبوها علي. مرحومة الدمعة. نادى علي: الله أكبر الله أكبر. نزلت الدموع على خد زينب، صاحت: أذان أدام الله أذان. مو قبول شباب، مو قبول، تشيلون المجلس ها. أذان أدام الله، ما أحلى التشهد في لسان. يا ربي لا تخيب رجاء، ترجع لنا سالم حمان. ما راح يرجع يا زينب، ما راح يرجع. أنهى أمير المؤمنين الأذان، نزل من المئذنة، دخل إلى المسجد، صار يتخطر صفوف النائمين وهو يوقظهم، ينادي: الصلاة الصلاة، يرحمكم الله الصلاة. حتى وصل إلى اللعين بن ملجم وكان نائما على بطنه قد أخفى السيف في ثيابه، وقف عنده قال: يا هذا ما لي أراك تنام نومة يمقتها الله ورسوله، نم على ظهرك فإنها نومة الأنبياء، نم على يمينك فإنها نومة العلماء، ونم على يسارك فإنها نومة الحكماء، ولا تنم على بطنك فإنها نومة الشياطين. ولو شئت لأخبرتك بما أنت عازم عليه، إنك مقبل على أمر تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ولو شئت لأخبرتك، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. تقدم علي إلى المحراب، وقف يؤدي النافلة: الله أكبر. قرأ الحمد وسورة: الله أكبر. هوى علي إلى الركوع: سبحان ربي العظيم وبحمده. رفع رأسه: الله أكبر. هوى إلى السجود: سبحان ربي الأعلى وبحمده. الآن ترفع الأملاك رؤوسها من العبادة، الآن تلطم الحور العين خدودها، الآن يضج العالم العلوي، الآن جبرائيل ينزل من السماء ليستعد للنداء. انت شنو حالك يا موالي؟ اذا سمعت المصيبة، اذا الكون اهتز لعلي، اذا الريح السوداء استعدت للهبوب، اذا الدنيا قد اظلمت، انت شنو حال قلبك يا موالي؟ رفع الامام رأسه، جاء ابن ملجم، هز السيف يمينا شمالا مناديا: الحكم لله، لك يا علي، لا لك يا علي. وأهوى بالسيف ففلق هامة علي. هبت ريح سوداء
اصطفقت أبواب الجامع. كادت الأرض أن تتزلزل، نزل جبرائيل مناديا بين السماء والأرض، تهدمت والله أركان تهدمت والله أركان الهدى، انفصمت والله العروة الوثقى، قتل علي المرتضى، قتله أشقى الأشقياء، ما بقي بيت إلا ووصله صوت جبرائيل. أقبل أولاد أمير المؤمنين وإذا يشوفون المحراب فاض بالدماء، عمد الإمام الحسن إلى عصابة شد فيها رأس أبيه. الحسن تقدم يصلي بالمسلمين، أما الحسين فجلس على الأرض وخلى رأس أبوه في حجرة. المسلمون ينادون وإماما هو عليا. قبل ما أختم لما أحاطوا بعلي أبناء أمير المؤمنين، الإمام صار يتكلم بصوت ضعيف كأنه يقول رأسي في حجر من؟ قالوا رأسك في حجر الحسين يا أبا. الله، رأس علي في حجر أبي عبد الله. نظر إلى الحسن شاف يبكي، نادى ودمع عيني تحدر، أنا المعروف بالشدات حيدر، خلي النوح لا تبكي يا شبار، لا تبكي ترى قلبي تفطر، تراني مصيبتي ما هي شديدة، شديدة مصيبة حسين وعضيدة. أبا عبد الله، رأسي في حجرك لما فلقت هامتي. أبو علي، إذا وقعت على الأرض صريعا، رأسك في حجر من؟ رأسك في حجر أحد؟ أم أن شمرا كان متربعا على صدرك؟ وصاروا ينادون وعليا وإماما، هالضربة القشراء. يلا أسألك الدعاء. يا ابو يا منين حلت دك يا داحي الباب، شوكت نفتل هالضربة اللي هدت أركان المسلمين، اللي فعلها راح يا باب العلم من جسار، يا لهوت هالعظام. يا ابو حسين بطل ونينك يا الولي، قلبي تفتى، صفرت الوان وسال دم، وظل ينادي
لا تعبون بالبواج يا أولادي، سكتوا ترى نزف الدماء فتت فادي، شالوه فوق الروس والضجة ارتفعت، قتلتم الصلاة في محرابها. اللهم صل على محمد.